السلام عليكم، معكم محمود من قناة ترو لايف. برنامج الحقنة الحلقة 26. التاكسي، وظيفة التاكسي والعمل على ياندكس تاكسي في روسيا. ناس كتيرة سألت على هذا الموضوع، فأنا زي ما عودتكم هقول لكم على المعلومات اللي مش هتسمعوها في حتة تانية، اللي محدش هيقولها لكم. دايما بيقولوا كل القنوات بتقول حاجة معينة، بيركزوا على حاجة معينة، هيقول لك مثلا هتاخد 300 دولار في الشهر، هتطلع مثلا ب 250 دولار في الأسبوع، أرقام ناس كثيرة بتديها. فطبعا الناس بتخش على الفيديو على طول تتفرج، فتفاجأ إنه ممكن الكلام اللي اتقال مغير للرقم اللي اتقال في البرومو أو كده. فانا اقول لكم الواقع ايه بالظبط. يعني الناس دايما بتقول رقم معين، ممكن ده صحيح، الفلوس اللي هتاخدها من الزبون او من الشركه او الرقم ده، لكن المكسب الصافي مش كده خالص. ازاي؟ البنزين غالي مش رخيص مقارنه بمصر طبعا او الدول العربيه. البنزين يعتبر غالي نسبيا، او مصاريف هتدفع البنزين انت مش حاسبه، صيانة العربية ما بتبقاش محسوبة. فالحاجات دي لما تحسبها فهتلاقي الهامش الربح او صافي الربح اللي انت طالع بيه 100 دولار في الشهر، ممكن 150، مع انك يعني بتقول انا اشتغلت 8 ساعات و 6 ايام في الاسبوع وتهريت وتهرست وتعبت. هما بياخدوا حوالي 20%، مش عارف 17 ل 20%، حاجة زي كده من الربح بتاعك، والباقي بتاخده انت. وهم طبعا بيحسبوا للحسبة بتاعتهم، هم بيدوا الرقم للزبون، مثلا هيدفع 100 روبل على سبيل المثال، وال 100 روبل دول هم خدوا منهم 17 بتوعهم، وانت مثلا خدت 30، او سي مثلا خدوا ال 20% بتوعهم من ال 100 روبل، فتبقى لك انت 80 دول حسبة البنزين بتاعتهم مثلا 70، فانت طالع لك ب 10 روبل في النقلة دي. اضرب بقى، عملت 20 نقلة 200 روبل، 200 روبل في اليوم. اضرب بقى في الشهر ده باعتبار ان انت تشتغل كل يوم، تمام، يبقى كام؟ 6000 روبل. ال 200 روبل في 30 يوم يطلعوا كام؟ 6000. 6000 روبل ده لو انت بتشتغل كل يوم ال 30 يوم، اشتغل 8 ساعات، عملت 20 نقلة كل يوم ب 100 روبل. مع طبعا فيش يعني النقلات اللي ب 100 روبل دي اللي هي موجودة في المدن الصغيرة، لكن في المدن الكبيرة طبعا ب 300 و400 اقل حاجة. في موسكو مثلا 300 اقل حاجة، النقلة 300 روبل. فايه القصة دي؟ يعني ازاي 6000 روبل؟ يعني 6000 روبل ده ما تجيبش 100 دولار، يعني 99 98 97 دولار حاجة زي كده. ففي ناس يقول لك ماشي يا عم اي حاجه، ماشي انت راضي باي حاجه خد اي حاجه مفيش مشكله. يقول لك طب انا ممكن اشتغل 12 ساعه، اوكي زود خليهم 8000 ولا 9000 روبل، 10000 روبل. يعني عايزك تبقى عارف صافي الربح. في ناس للاسف بيغرر بيهم، بيتقال لهم معلومات وبيجوا على هذا الاساس لروسيا، يقول لك هشتغل وهعمل، ويقول لك ده هطلع ب 1000 دولار في الشهر، واللي يقول لك 2000 دولار. فطبعا بيجي بيتصدم، بيطلع له محسبها دفتريا يلاقي نفسه طالع بمكسب مثلا 100 دولار ولا 50 دولار. هل هيعترض مثلا ويقول ارجع مصر ولا ارجع بلدي؟ لا طبعا هيكمل وهيرضى بالذل ده، وده انا ضده، وده اللي انا دايما بنبه ليه. ما تحطش نفسك في منظومة الامر الواقع اللي هو انت اتنصب عليا او خدت على قفايا فانا مضطر ان انا اكمل بقى. لا طب ما انت ما يتضحكش عليك من الاصل، او روح وانت عارف، يعني عارف روح وانت عارف ان انت تاخد مبلغ القليل، لكن انت تبقى حاطط امالك وطموحاتك على مستوى وبعد كده تنزل مستوى تحت وتكمل على المستوى تحت بقى، اللي هو انا موافق بقى خلاص انا رضخت، لان انت بقى خلاص جيت البلد ودفعت فلوس. مثلا زي اللي دفع استثمارات في مشروع قالوا له ده الارباح بتاعته قد كده مثلا مليون في السنه، فاجي لقى الارباح 50000 ولا حاجه، فاضطر ان هو دفع المبلغ خلاص، دفع راس مال واستثمر وعمل اعلانات ودعا الناس وعمل فرح وجاب الناس الفرح المعازيم، وبعد كده ما فيش عروسه ولا العروسه مثلا نص عمر.
هتعمل ايه؟ هتضطر تتجوزها، انك جبت المعازيم وجبت المأذون ودفعت فلوس واستثمرتها، هتضطر ان انت تكمل في الجواز. فانا مش عايز حد يتورط الورطه دي. ليه؟ لما انت ممكن تقي نفسك من الاول، لما حد ممكن انا زي يديك المعلومه مسبقا. فانا بقول لك المكسب عامل ازاي، ده قبل ما تغامر وتقول انا رايح روسيا اتعلم واشتغل على تاكسي وارجع. ممكن تروح تعليم في جامعه تعبانه في مدينه تعبانه فما تاخدش تعليم، وبعد كده اشتغل تاكسي فتاخد ربح قليل فما يجيبش مصاريفك فتضطر تاخد من اهلك، فيبقى كده خربت في الاثنين، خربت من كله. وكمان طبعا من الضغوط والحياه مع الصباك والضغوط الماليه ما تعرفش تتجوز، فيبقى خربت من الثلاثه. انت رايح تتجوز وتشتغل وتدرس، فالثلاثه تلاقيهم ايه، وقعوا منك. فعشان ما تخسرش كل حاجه من الحلال، انا بقول لك الدنيا بالمفتوح عامله ازاي. في وظائف تانية ممكن تجيب فلوس احسن، استثمارات كتيره ممكن تجيب لك فلوس لو انت معاك مبلغ مثلا عايز تستثمره، وفي حاجات كتيره ممكن اقول لكم حلقه مفتوحه تكون طويله شويه عن كل الاستثمارات اللي ممكن تعملها في روسيا لو انت معاك فلوس وتحطها، وممكن انت ما تشتغلش بايدك تديها لحد او تجيب بيها حاجه تشغل بيها حد فيجيب لك عائد كويس. حاجات كتيره موجوده في روسيا لان مجتمع مفتوح وفيها مدن كتيره وجمهوريات جديده كتيره تحت روسيا الفيدراليه الاتحاديه. فانت ممكن البيزنس اللي ما ينفعش هنا ينفع هنا، اللي تعمله هنا يجيب لك فلوس هنا. مجالات كتيرة نكلمكم فيها في وقت لاحق إن شاء الله. نشوفكم على خير وفي حفظ الله. السلام عليكم.